ثانية يرحمكم الله. إلى أين تمضي وأنت النعيم وسام؟ ما عليك من اللي جنبك، أنت خاطب الحسين أنت وياه، كنا أصحاب حوائج. في قل له خاطب الحسين: إلى أين تمضي وأنت النعيم؟ إلى النعيم وسام يد أهل السماء. قل له تهون لي كل خطب أليم، تهون لي كل خطب شممت ثراك فهب النسيم، شممت ثراك فغمت ثراب ركم مفزعي مفزعي. وبورك قبرك خلقت من الذر باكن عليك، خلقت من الذر ومن عالم الذر منك إليك، ومن عالم الذر منك وعبدك عبدك بين يديك، وعبدك عبدك بين. قل أنا عبدك حسين، وعبدك عبد تولي يوم ادعوا لنا ليلة الأربعين، اذكرونا يوم الأربعين. أنا ما أقرأ مجلس ليلة الأربعين مباشرة، هاي كلها مقدمة، بعدني ما أدخل بالمجلس، كلها مقدمة. إبن الليلة إخواني ترى الحسين، ما زالت الملايين تزحف إلى الحسين، وما زالت هذا بأمه وذاك بأبيه وذاك بعياله، ذاك بأولاده، ذاك بصغاره، ذاك حامل رايته، الكل يزحف نحو الحسين. حسين ما زالت الناس تزحف، والحسين بالليلة يرحب بضيوفه، يرحب بزواره، يرحب بأحبابه. لا شك ولا ريب إن الحسين يرحب بالحسين، يرحب بأحبابه. لكن شو تريد تقول؟ قال يا زوار، يقول يا زوار كنت وين يا زوار، يوم حسين ظل وحده بلا أنصار. عليك الحسين ما تبكيك هالكلمة لما أقراها، ما تخليك تطأطأ رأسك، تطأطأ الرؤوس، إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار. يقول يا زوار كنت وين يا زوار، يا زوار كنت وين يا زوار، يوم حسين ظل وحده بلا أنصار. أريد ونة ونة، خلوا الماتم يموج بهالليلة بالونة. أقرأ لك مجلس كل دمعه، إي نعم كلها مقدمة، خليني أرطب القلوب. يقول بالله وينكم بالله بظهر عاشور لهدى
وينكم يا ملايين؟ وينكم يا موم؟ وينكم لما صاح ينادي أمام المغيث أمام الناصر؟ يقول يا من والله وينكم في هالمصيبة هاي؟ من صاح العطش فتت إلي أحشاء. لم تمنعوا بن سعد لم ما عيدها الكلمة. اي والله ما عيدها. هذا لسان حال بن سعد. اي والله كنت وين حين خيام حرقها؟ وينكم؟ كنت وين حين ضلوع رضاها؟ كنت وين حين الحرم سلبوها؟ وينكم؟ وينكم يا مؤمنين؟ وينكم بجانب المخيم انتوا اخواني؟ يقول في ليلة 11 غبت والله وين، ترى زينب بوحشة وما إلي غمعين، ساعة عاين العباس وساعة حسين. السلام والقنال خطيته نعشه، وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كنا بهالليله اجهد نفسك تقرا وياي بالليله. قم جدد الحزن في العشرين من صفرين، ففي غردات رؤوس الآل للحفر. خادم عيد لك، عيد لك خادم، واضح واضح تريد تبكي على الحسين. قم جدد الحزن في العشرين من صفرين، ففي غردات رؤوس الآل للحفرين. يقول خلوها ضجة، خلوها ضجة، ضجوا لسفرته. إيه أقرأ. هل رجعتم للجسوم وقد تركتموها مزار الآل؟ هل نشفت دماؤها غاب رونقه؟ حاشاه حاشاه والله حاشاه. وسل أرأس حسينا غاب رونقه أم نوره مخجل للشمس والقمر؟ يا زائر بقعتين أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربغا كحلا إلى بصري. اقرأ اقرأ. ولهفة لبنات الطغر يوم رنات
إلى مصارع قد لاهن والحفر رمينا بالناس. يعني ما انتظروا النياقة تنوخ، صارت كل وحدة ترمي بنفسها، كل واحدة من وصلت القبور صارت ترمي. رمينا بالنفس وهن يصحن حسين حسين. يقول رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعر، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر. فلو تروا أم كلثوم مناشدة والها وتلثم تربة الطف كالعطر. شو تقول يا دافن الراس؟ يعني جثة بلا راس. يا دافن الراس عند الجثة تحتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفن الراس إلا عند مرقده فإنه جنة الفردوس والزغر. لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشيب والكبر. بعد رشوا على قبره ماء فصاحبه عطشان عطشان الحسين. رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر بالقطر. بعد بعد لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر. خلصنا سيد؟ قال لا، قال لا بعد بعد ما خلصنا. يقول يا أم كلثوم قد الجيب صارخة على أخيك وفوق المرقد اعتفر. يا مؤمنون هذه إليكم الأبيات، يلا عليكم
يا مؤمنون أكثروا للنوح وانتحبوا. انحبوا يقول لكم على الحسين عليهم مدة الأصال والسحر. حطوا عزاه حطينه حطينه حطوا عزاه وقولوا رأس سيدنا قد رد في العشرين من صفر. أعيد لك خادم. حطوا عزاه وقولوا رأس سيدنا اقراها قد رد في العشرين من صفر وابكوه. على اي مصيبه نبكي يا سيد؟ مصايب الحسين كثيره. قال لا لا انا باخبركم على اي المصايب. ليلة بتشيكم في كربلة؟ قال بتشيكم. ها شنو نبكي على اي مصيبه؟ قال وابكوه يرنو شطوط الماء ومهجته. شوف الماء شوف الماء في حره لم تطقها طاقه البشر. وابكوه وابكوه يلثم أطفالا ويرشفها مودعا ودموع العين كالمطر. ابكوا ساعة التوديع شلون ودع العيال. اي والله هذا من ألم المواقف اخواني. لصارخاك أني بي وخاطب زينب صاروا يتعلقوا بأذياله يقول لها زينب خذيهم 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 خذيهم. صارت تسحب هالطفلة صارت تجر هالطفل يقولوا لها عمة لا تفرق بيننا وبين والدنا. عمة لا تفرق بيننا وبين أبونا. صارت تجرهم قال لها مخي خذيهم خذيهم خلاص بعد ودعتهم. صارت تجرهم واحد بعد الآخر. لما أدخلتهم الخيمة أشرت على الحسين روح يا أبو علي روح. يقول وابكوه يلثم أطفالا ويرشفها مودعا ودموع العين كالمطر. يلا صرختكم وابكوه اتصارم مأوى بجثته وصدره مركز الخطية السمر. وابكوه والشمر جاث فوق منكبه. سيد شو تريد تقول؟ قال وابكوه وابا يا حسين. بترجع زينب يقول ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجاتهم. تذكروا مبتدا ايام رجعتهم واعقبوا سوء ما لاقوا بذا السفر. شنو شافوا شنو شافوا؟ شافوا العذاب شافوا العذاب عذاب عذاب. حتى بعضهم ما شرح شلون عذابهم. اكتفى في بعض الأخبار في بعض الأخبار يقول وحمل ابن زياد علي بن الحسين والنسوة. ما فصل ما فصل شلون حملهم.
قال حملهم بهيئة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها مفاصل الإنسان. ابن بشير شلون شاف الإمام؟ يقول ورأيت وسمعت علي بن الحسين وقد أنهكته العلة اللي روى خطبة السيدة زينب عليه السلام. شنو شفته؟ يقول وقد أنهكته العلة بعد، يقول والجامعة في عنقه ويده مغلولة إلى عنقه. ويتضح إلينا إخواني من بعض الأخبار، لا مو بس الإمام، أنت شنو تقرأ في المزار؟ ترى ما أقرأ لك مثل هالكلمات حتى أستدر الدمعة وهذا، لا هذا اللي روي، هذه مو كلمات حتى أستدر بها الدمعة وأستثير بها العواطف، هكذا جاء وهكذا روي في مصابهم. أي مو من عندي، لا شنو أنت تقرأ في المزار؟ شنو تقرأ في المزار؟ متخيلين إخواني؟ تقرأ في المزار يقول وسبي أهلك كالعبيد كالعبيد، مو سبي، يقول لا 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 سبوك العبيد وصفدوا في الحديد. وما حاجتك؟ شتريد؟ قال وأمرهم أن ينحوا الرؤوس فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. يقول الخبر فأمر كفرا وعتوا الشمر توضع الرؤوس على الرماح في وسط المحامل، في وسط المحامل خلاها، وصار يطوف بهم وين النظارة وين تجمع الناس، صار يمر بهم. قالوا لك مروا بالضعيف بحزينه والبد بفراح وزين. دخول الكوفة كما في رواية ابن بشير شاف ناس تبكي، شاف النساء تبكي، صحيح صحيح أخواني لو لا؟ ولذلك قالت لهم زينب أتبكون؟ هذا في الكوفة، أما في الشام شلون؟ في الكوفة في الشام دفوف وطبول، دخول الشام يختلف، كان غير. في بعض الأخبار مو 10,000، 20,000، 30,000، 50,000، 100,000، كما هو المحدث القومي يقول مئات الآلاف. في بعض الأخبار يستفاد منها مئات الآلاف طلعوا، يعني متخيلين انت شلون الطرقات مزدحمة كطبول ودفوف. دخلوهم بهيئة هي إهانة، كل المسير إهانة، كل إذلال. ويم باب أبو الساعات وقفاهم بالشموس، وكل ما رأوا راس الولي لطماوا على الروس. ودخلوا الشام مكشفات الوجوه، فقال أهل الشام الجفات القسات، يقولوا ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء. قالوا إليهم صاروا يسألوهم، يقولوا لهم من أي السبايا أنتون؟ فقالت سكينة نحن سبايا آل محمد. دخلوهم لما ارتفعت الشمس إخواني، قال أما الأولى
فعندما وقع السهم في قلبي فإنه وقع في قلبي، وأما الثاني عندما صعد الشمر على صدري. والثالثة قال وأما الثالثة تسيير بنياتي من مع النسوة وحرمه على يزيد ورأس الحسين في طست بين يديه وفي يديه مخصرة. في يديه مخصرة يعني شنو؟ اللي يختصره الإنسان في إيده، يعني مثل العصا، مثل العكازة، مثل القضيب، مثل العود، اللي يختصره الإنسان في إيده. فجعل أكمل لو تقراها بضميرك وحق الحسين عليك. ولذلك قالت لزينب ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرة. قالت راسك يا خويا حين شفت تلعب عصي زيد على شفت بذاك الوجه بذاك الوقت وجهي لطم انشلت يمينك يا انضربت. زينب شافت شلون بالمخصرة يضرب ينكت ثنايا. تقول بذاك الوجه وجهي لطمته. أنا ما أدري شنو تصنع زينب لو رأت فعل مروان، شو بتسوي؟ ولذلك في بعض الأخبار أن رأس الإمام الحسين أرسل إلى المدينة، أرسل إلى المدينة. أنا طبعا ما أفضل لما أقرأ مثل هالشكل وروايات أحد يصور، يعني بالذات إنه يستمعها في كل وقت وكذا، لا لا اشتفت. إيه نعم إخواني شايف شلون. على كل حال التفت التفت إخواني التفت. يقولوا فحمل مروان راس الحسين، شال راس الحسين. كمل عندك صرخة. يقول الخبر شال راس الحسين ورماه على قبر النبي وقال يا محمد يوم بيوم بعد يوم بيوم. بعد نختم نختم بمصاب الليلة خلاص بعد. يقول عطية العوف خرجت مع جابر الأنصار إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام، فلما وصلنا دنا من الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر ثم فتح صرة من السعد ونثرها على بدنه وجعل يمشي لا يخطو خطوة إلا وذكر الله سبحانه وتعالى أنا مناد وحسينا
فلما وصل إلى القبر قال ألمسني، يقول عطية فألمسته، وإذا هو قد وقع مغشيا عليه. حسين جابر ما تحمل من لمس قبر الحسين طاح مغشي عليه. سألوك وحق الحسين شنو حالة زينب، شلون حالة زينب لما شافت قبر الحسين؟ صار عطية يرش الماء عليه إلى أن أفاق، إلى أن أفاق. نعم، فلما أفاق صاح ثلاثا: يا حسين، وين الولا؟ يا ما مقبولة، ما مقبولة، طلعها من قلبك. لا يجيب، يحبني؟ ما أدري، ما أدري. إحنا صحيح نحب الله فاي الليلة، مثل ما جابر قال يا اجملنا بلطفك، خلينا مثل جابر. حبيبي يا حسين نور عيني، وحسينا فعندما لاحت لها معالم بيوتات ومعالم كربلاء كأني بها نادت. شنو لسان كنا حافظين؟ يا نازل معقولة تسكت؟ لا تخلي الونة عزيزة، اصرفها اصرفها. اي نعم، لا تخليها عزيزة، صوتك خلي يبيح بالليلة على الحسين، خليه يروح بالليلة، صوتك خليه يتأثر بالليلة. يا نازل اقرأ بكربلا في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزا أقامها بالله. هل وارين مع أخواته وعمه ذبحت أطفال سبيات نساء وداء؟ قال لي تعال بعلمك بمصيبة شوية تألمك، تألمك وانت من الموالين الغيورين. قال لي شايف هذا التل؟ شايف هذا التل جابر؟ وقفت زينب تنام يا ملاذي وسط المغمة علينا. يا قعيد ساعة وياك يا خويا، يا خويا، يا خويا، والله بيتامك يا خويا. لا خويا شلون وليا وليا تعداك يا خويا، يا خويا
كل مرار لقيته هنا. وخلاصة المجلس هنا، هنا ختام المجلس، هنا ختام المجلس. إن هذا تلقى اجهد نفسك. لمدل ما حد لمح ظلمتي قلي يا زينب أخوك انذبح ويا جملة أخواله. كمل تقول أني اللي بخدمتي هالناس تتشرف، ومثل أمي بخدري ما حدا توصف، أليغة بوسط مجلس رجال أوقاف. إيه وراسك يا أخويا بين عدوانا. يجرحك يجرحك عشت فعال الراء ينادوا زينب اخت حسين ابا عبد الله، وتالي وتالي بذلة تتصدق علي الناس. خاطر المؤمن عيد، خاطر يقول يقول عشت عمري بمعزة رافع ينادوا حسين ينادوا زينب اخت حسين والأساس والحيرانة. تقول من الكوفة مشينا والدرب قاسي، ومن أبجي أخويا وتشهقن فاسي، يضربوني على متني ويوكزني بالقوة بالقوة سنان بسنان حسين. تقول مشينا والحدي بالشتم والتهديد، وصيح حسين بنسوي على ذبحه عين، ويا زينة استعدي تدخلي علي زين. ترى الشام تزينت والناس فرح، قالت ما جت ويانا بالعادة الدعاء. وين اختمه وين اختمه؟ يقولوا كأنها صارت تتلفت يمين وشمال زينب، صارت تتلفت. اختمه بهالبيت
خلاص بعد اختمي بها البيت. صارت تتلفت قولها كأنك تريدين شيئا، قالت قوموا 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 ابني لقبر أبو فاضل، قوموا قوموا ابني لقبر أبو فاضل ويمشي وياها. ش قالت؟ شافت قبر أبو فاضل صاحت أريد بقلوب ولا جيتوا تنزلونا. وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة. اسمحولي اسمحولي وراس حسين سمحولي تراهم كسر سنون.